ويا قتار. نعم. راه تسعود هادي واش انا ما عرفتش نفطر ولا؟ ايوا خويا افطر في داركم عاد اجي. واش لا عندو شي مصيبه بحال هذيك غادي يفطر في الدار؟ انا راه بغيت غير في الطوموبيل. هو انا مالي؟ الا سهل الله وطلقت بها راه نتزوج بيك. تفضل اسيدي تفضل. غير اسكت اوليدي اسكت. لا ما تخافش باك صبح شويه لاباس وقال لك بغى يمشي للشركه. صافي وليدي عفاك جديه جديه. تفضل مرحبا. زيد عيب شويه تفضل. حاجه صباح الخير. كي صبحتوا لاباس؟ الحمد لله. ياك لاباس ياك ما الحاج تزاد عاوتاني عليه الحال. لا بالعكس صبح لاباس عليه. اسمح لينا وليدي لا خلعناك. حنا ما كنحسبوكش باللي محامي العائله كنحسبوك ولدنا بحال عمر. حتى انا كنحسبكم واحدين من العائله. ودابا فين هو الحاج؟ راه في المكتب ديالو غطلع عنده غنطلع عليه الفطور ويجيب لك ديك القهوه المعصره اللي كتبغي. الله يهديك الحاجه انا ما كنحملش القهوه دير لي غير كويس ذاتي. كتبغي اتاي؟ واخا كنقولها لك كتنسي. واخا معليش. واخا تفضل سي الحاج. على سلامتك. الله يسلمك اولدي. كي بقيتي شويه؟ الحمد لله اولدي بحال كنت غير كنكذب. الشفاء جا من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. تفضل اولدي تفضل. يا الله هذا واحد المشروع ديال شي عماره جداد كندرسو ولكن ماشي هادشي اللي شايط عليك. داكشي اللي وصلتك عليه توثق؟ سي الحاج كلشي متق. ويلي 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 الياقوت بقى ما ساليتي؟ لا كلشي واجد لاله انت. ايوا سربي سربي الحاج غيهبط يفطر معانا. لا الحاج براه وغادي يوقف على رجليه. الحمد لله ناض مع الفجر وصلى ودوش ولبس حويجاته وقال لك غيمشي للخدمه. غيمشي للخدمه وهو مازال مريض. درتي اتاي؟ ايه لاله واجد. ما ديري السكر؟ لا ما كنديروش. شوفي صاوبي لي شي قهوه تكون زوينه للمحامي ما كيشربش اتاي. واخا لاله على راسي وعيني. صوبتي الليمون؟ ايه كاين واجد. يلا هاري هاري سربي. ويلي فين هو الليمون؟ ويلي فين هو؟ يلا وجدي دغيا وجدي. ويلي يا لاله ها هو في يديك. عطيتيه ليا ونسيتي. ويا خوت اش بغيتي عاوتاني؟ نبزرو بالحال المدنيه كيفاش بغيت؟ بغيت الفطر. سير عافاك الحاج راه غينزل دابا اختي نوجد لي الفطور. ياك ياك على البارح كان عيان كان كتفى دابا صافي براه. وسير عافاك خليني نقضي شغلي. اشوفي راه الحاج ما بغاش نظلمو وما بغاش يعرف بلي راه كتخليني بجوع. اللي تنجوج بك وغنمحرك. على كل حال انا مطمئن عليك الحمد لله لا غيكون هاني. الحاج الحاج بقى في بيتك انا غنجيبك الفطور. الله يهديك الحاجه باش ما بقيتش فيك الشهر هذا وانا كناكل في البيت. خليني نتفوش ويلا رد عليك زيدون انا كنحس براسي مزيان هاد الساعه بخير. بخير اجي اجي بزاف بس ما كان بان لكش انا بخير. الحاج والله الا بخير وفين كنا وفين ولينا غير الحاجه خايفه عليك سير. عيبش بخير ومنور وغزال ولكن خصك تبقى في الدار راه عمر في الشركه وبحال لا كاين حتى تما وزيدين كاين اللي معاونو. السي نور الدين زعما كيسمع كلامك. واش نقول لك انا حاولت معاه بصراحه ولكن بان لي الحاج بحال قنط. ما سي نورمال خليه يخرج بحراني حتى هو محتاج يخدر عويناتو شويه. علاش كتضحكي؟ لا ما ضحكتش. هو اللي قال ماشي انا. على ما حال خليت لك الراحه سي الحاج. ايوا قهوتك اللي صوبنا لك يا الحاج. رانا ما كنبغيش القهوه كنشربها تاعي ولكن ما تعذبيش راسك عندي واحد الجلسه مع تسعود والله يعاونكم هاد الساعه. وبالنسبه للامور الوصيه الحمد لله والله الا كلشي هاني الحمد لله. الله يطول لك في العمر. الله يرضى عليك اولدي. يلا
فين هو الفطور؟ غادي يجي الفطور، غير ما تقلقش لي. هنا هنا انا مشيت انا. بابا حبيب لبس عليك سبقيتك في بعدا. اهلا بنتي. لبس عليك. جلستي حدايا الغزالة ديالي. قولي لي. نعم. ما مشيتيش المدرسة ديالك اليوم؟ لا ما الزموعة حنايا تنقراوش. والله إلا نسيت بنيتي. شرفتي وهرمتي. أنا شرفت وهرمت. أييه. مزيان دابا اليوم غاتمشي تفطر معايا يلا. واقف أحبابي. حقيقة نكذب عليك زاني الجوع بزاف. ديك الجوع يلا يلا. يلا زيد. عمي على سلامتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سيدي يا ربي راك منور عمي الحمد لله. الله يرضى عليك بنتي. الحمد لله. صباح الخير هيتا. فين حفيدي؟ فين أدم؟ يلا كينعسوا دابا عمي حيت كيدير سنان الليل كامل ما نعستش معاه بقيت فايقه. نمشي نجيبو ليك. جيبيه ولكن بلا ما تفيقي الله يرضى عليك. واخا عمي. تتهلف لبها؟ أنا الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. أهلا حبيبة ديالي ريتا. لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبي. الله يحفظك ويحفظ والديك. الله يخليك ديما تضحك. ما تخافش شوف راه ما قلتلوش بنتي برا. فين هو دابا؟ ها هو هنا كيفطر. با على سلامتك على سلامتك على سلامتك. عرفتي ما تصورش شحال فرحت عيطت لحاجة قالت لي راه الحاج وقف جيت كنجري. الله ينورك اوليدي. ها هو ادم. اجي عند جدو اجي عند جدو. أجي عند بابا. أجي خليها عندي الحاجة. أوبا. الله يرضي عليك يا ولدي. الله يرضي عليكم مجموعين. تقدروش تصوروا شحال أنا فرحان وأنا كنشوفكم قدامي قدام مجموعين على الطبلة. ولهذا ولدي الله يرضي عليك. أمشي حتى تقضي العمر. تهلا في أمك وأختك ومراتك عزيزة. صافي صافي دابا انت وليتي لاباس عليك وبارك علينا. فطروا فطروا بسم الله. بلاتي بلاتي. ياقوت ياقوت. هاجي هاجي هاجي. شوف سيري دير لنا شي تصويره مجموعين مليح هكا الحاج. خلي ادم عندك. غيتا نجي حداك انا. يلا بسم الله. الله يعاونك. آمين.
شكرا اختي فوزية. حتى انا بغيت نقول واحد الكلمه في حق با الحاج الرادي اللي لحم كتافي من خيره، وغادي يسمح لي السي عمر الا قلت باللي الشركه كانت مظلمه بلا بك با الحاج الرادي طول هاد الشهر اللي كنتي فيه مريض. ولكن كلمه حق، السي عمر ما قصرش مجهده ودار مجهود كبير باش الخدمه تبقى غاده بحال الا انت كاين هنا. السي الحاج الرادي ما تصورش حنا فرحانين بالرجوع ديالك، وكنتمنوك الشفاء ان شاء الله. الوالد راه واخا كان مريض كنت كنوصلوا الخبر ديالكم كل نهار، كان كيسول عليكم بواحد بواحد، وبالنيابه عليه كنشكركم كلكم وعلى راسكم السي عبد العالي اللي كنا كنسهروا انا وياه حتى نصاص هاد الليل باش كنحلوا المشاكل ديال الخدمه. شكرا عبد العالي. ما نكذبش عليكم، سحاب المره كنت كنقول مع راسي محال واش باقي نجي لهاد الشركه نشوفكم من جديد، حيت الموت زارتني سحاب المره ولكن مازال ما في الاجل. جيت لعندكم باش نقول لكم اولادي الله يرضي عليكم على كل ما قدمتوه من الاخلاص للعمل لهذه الشركه اللي كنعتبرها شركه ديالكم قبل ما تكون ديالي. ولهذا كنطلب منكم تسامحوني. علاش؟ الى شي مره فرطت في حق من حقوقكم، ولهذا راني غادي نعطي التعليمات لولدي عمار باش يراقب ويشوف المرتبات ديالكم ويزيدكم في الاجر ان شاء الله. هذا يسخن الماء. كيبقى الوالد دابا نسي؟ با مات الله يرحمه هادي 15 يوم. الله، علاش ما قلتهاش ليا بنتي؟ با الحاج ما بغيناش نقلقوك وانت يا مريض. وخويا عمر راه قام بالواجب با الحاج. والكنازة دازت بحال هكا انت. علاه خطك علينا با الحاج؟ خيرك مغرقنا. الله يعظم الاجر بنتي. اليوم ان شاء الله في الليل غادي نجي عندكم نزوركم باش نعزي وندير الواجب. مرحبا بك في اي وقت. ولدي عمر انت دابا بالسلامه وليتي في بلاصتي، راني فرحان بزاف لانك مشيت الامور كما ينبغي كيف بغيت انا. دابا ولدي الا جاتني الموت غادي نموت مرتاح مع راسي. با الحاج ما تقولش الهضره، انت راه هو الخير والبركه ديالنا. اسمح لي يا با، واش ما كتشوفش بلي هاد الزياده اللي وعدتي بها العمال ما جاش وقتها، خصوصا في هاد الازمه اللي كنعيشها كلنا؟ اولدي الازمه راه على كل شيء، وهاد الناس ملي كيفيقوا في الصباح كيلقاو زيادة قدامهم، زيادة في المواد الغذائية، في المدارس، في ليسانس، راه ما يمكنش أولدي ما تزيدهمش ولو حتى بالنسبة قليلة على الأقل. كاين سمحتي لي أبو الحاج، السي عمر عنده الحق، راه الناس اللي كنخدموا معاهم كيعطيونا فلوس غير بالطيب والرخيم، وكاين شي واحدين كنوصلوا معاهم حتى للمحاكم. عمر، أنا ولدي قريتك وصيفتك لأمريكا غير باش توقف قدام هاد المشاكل. المشاكل يا ولدي راه من زمان هما كاينين. على ولدي هاد الشركة غير جات ووقفت على رجليها، راه با مالك؟ با عبد العالي جيب 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 الماء. با مالك كي لاباس؟ فوزية فوزية با با عبد العالي عبد العالي عيطوا الطبيب عيطوا. Yeah!
انت اش حبيبتي بخير زيقا محمد غدا زايدة عفاك غي تا الله يهديك والو كانت تي الله يهديك مالك مالكم معاها بغات تشعلش مع الحاجة شوما تيخرجوا الناس ونشعلوا الشميعات لا عاد نضافكوا بزاف وعاد زعيب تو تمحبوا تموت على عاد زعيب بزاف كثر كثر وانا ما حسيت تسم تسم تاع الهوا ديالتي واخا الحبيبه ديالي يخرجوا الناس نزعوا بزاف اش بغا يقول لي المهم واخا الحبيبه ديالي الله يرحمه ويسعدني غير تعرفك اش لا صافي خليها لا خليها مالك سي غيتا مالها عفاك قلت لك بغات تشعل الشميعات اختي غيتا ما تشكيش عفاك شوف ما انا نتا معايا وندير اللي بغات اجي معايا يقولوني ما شاء اقول فيكون ويبدي سبحانه ويفعل في ملكه شمعك بس كلم شمعك اسمعيني اختي انا عارفك مقلقه حيت مات الحاج شوف غدا ان شاء الله غادي نمشيو للناس غنجيب لك الشمع صافي صافي يلا ما تقلقي عمر سمر الدين جاي يسك السلام عليكم السلام عليكم بارك فراسكم بارك الله فيك يا سمر الدين بارك الله فيك بارك فراسك غيتا اجي معك واحد دقيقه معك لا والو ها قال لي ندوز عنده البيرو الا ساليت شفى الضر عن فاش كتخمم بدنا نتناسى سي عمر ماشي لعبه بين يديك اليوم تبغيها وغدا ترميها ولكن ابا عزيزه راه غير عزيزه كاتبه ديالي انا كان عليك تحترمها وتوقرها وباه الله يرحمه كان صديقي من اعز الاصدقاء كان غادي يكون شريك لولا بعض الظروف وبنتو راه بحال بنتي ولكن سمح لي ابا راه ماكلكش تبزز عليا الزواج شكون اللي تيدير بزز عليك توقع ما وقع انا زيد مني انا كنصدى راسي معاك تحمل اسيدي مسؤوليتك وعزيزه لازم تزوج بها بغيتي ولا كرهتي وتعترف داك الشيء اللي فكرته ولكن الحاج كيفاش عمر
الله يرحم باك وليدي. كيقولوا البكا مورا الميت خساره، البكا ما غيفيدنا بوالو. بقيتي فيا، خليلك باك حمل ثقيل. على هو غيحملو ثقيل وصافي امي. امي ما نخبيش عليك، ما نقدرش نسير الشركه، كنخاف لا تصور تبان ليا في كل بلاصه، حتى داك الكرسي ديالو ما نقدرش نجلس عليه. باك الله يرحمه غادي يفرح في القبر ديالو الا تبعتي كلامه وحافظتي على داك الشيء اللي بنا. شوف وليدي، غيتفوت هاد 3 ايام وسير للشركه، واش غتخلي عبد العلي يدير اللي بغا؟ هاودي امي والله داك عبد العلي ما عرفش باش نجازيه، راكم ما كان هو كره عامري مشاكل. عارفه، ولكن خصك تنعل الشيطان وتمشي لخدمتك. ايوا ومراتك مالا؟ حساب لك انا ما عارفه والو، مجا فيها وحاسبها كاينه ولا ما كايناش. هذيك راه مراتك وام وليدك، نعل الشيطان يا وليدي. امي انت عارفه من النهار الاول انا ما كنتش باغي نتزوج بها. ما نبقاش نسمع هذا الكلام. مالك مقلق؟ واش ما سمعتي في هذاك الولد شنو كيقول؟ ايوا انت اللي زوجتي عليه بزز، كان خصني نمنع انا الزواج لان عارفه غادي يسمح فيها دغيا. وعلاش ما قلتيش هادشي في ذاك الوقت؟ ايه ملي كنتي عايش يقدر شي واحد يقول لك لا. الحاجة الله يهديك، بنات الناس راه ماشي لعبه، دخلت عليك بالله. واش رضيت شي واحد يتكلف على بنتك ويحب لها ويطلع واحد الطريق؟ ماما مالكم؟ ما مالي والو بنتي، ما مالي والو. اجي عاد نسوق على خلاص مين والو حبيبه ديالي. الله يرحم باباك. الله يرحمه صاحب المسلمين. انا الزعون، انا لله وانا الى راجعون. ودعي مع باباك الله يرحمه جميعا. الله يوسع عليك. الله صبرك زعما مسلمين. امين بنيتي، وسع القيم امك على القوه. عزيزه وتنحبك بزاف. انا حبيبه ديالي كنبغيك بزاف. انتيا حقيقة بكيتي الله يوفقك. اما مزز بكيا. ما نبكيش بنتي، ما نبكيش، ما نبكيش. سيدي ادم حتى انت غادي توحي جدو. صافي حتى انا غادي نتوحش. صافي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي. ولدي العزيز دابا عاد نتكلم نقول لك مبارك مسعود. الله يبارك فيك. انا طمأنيت دابا على الاسم ديالها اللي بقى. الله طول عمرك. من بعد ما نموت الله يخليك لي. الله يخليك لي. ما بغاش يطلع يرتاح في البيت، قال لك حتى نشوف الحفيد ديالي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. عزيزة راك عزيزة عليا بزاف يا بنتي، دزتي كبرتي في عينيا لما جبتي لي هذا الحفيد. والكادو ديالك سيارة جديدة ربي تكون عندك. ربا خذ راه باقي ما بدنتي ليه. ما شاء الله 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 ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
هذاك الشيء اللي وعدكم به الحاج الله يرحمه امانه على رقبتي غادي تاخذوه. وهاد الشركه راه ما يمكن ليهاش تزيد القدام وتحافظ على مكانتها في السوق الا ما تعاونتوش معايا مجموعين. غير تهنا سي عمر، حنا كاملين غادي نوقفوا بجنبك، حيت النجاح ديال الشركه هو النجاح ديالنا كاملين، وهذه هي الفرصه ديالنا باش نبرهنوا ليك على الوفاء والاخلاص ليك ولروح با الحاج الرادي الله يرحمه. الحمد لله. نزلك شويه الحاجه. صافي بنتي الله يخلف بصحتي. مساء الخير. على السلامه. الله يسلمك. درتو البصاره؟ لا، هذه لا صوت اللي كتعجبك صايبتها للقبائله. انصت لك. لا خليك خليك. وفين هي غيتا؟ غيتا شعلت الشميعات ومشات تنعس، قالت لك عندها شي انشطه الصباح. قالت لي المحامي نرجو، قالت لي اتصل بك شحال من مره اليوم وما جاوبتهاش. قالت لي زابيل ديالو حتى من بعد نعيط ليه. انا هادي مسوسه. عمر تقدر ترجع لبيتك دابا؟ ما بقاش ادم كيفيق في الليل بحال بحال كيف ما كان. عمر شفتي ادم شحال غزال ولا مهيدن وكينعس الليل كله ما كيفيق حتى الصباح. شحال قدك ما تهجر مراتك، رجع لبيتك ونعس حدا وليدك. الولاد تا هما كيحسوا بالغيار. مع الشيطان مع الشيطان. ده البيت صافي صافي صافي. لا خليه احسن. دابا وليت كنخلعك. مشروع الرونق فين وصلتوا فيه؟ راه حنا غادي نعم سيدي، باقي لنا واحد جوج ديال الورثه اللي مازال ما لقيناهمش من بعد، ولكن حنا راه لقاو معاهم الحل. غير تنا كيما يكون الجديد علموني. مرحبا سيدي. الله يخليك عيط لي معاك على السي عبد العالي. مرحبا سيدي.
وي السلام بغيتيني؟ شو درتو مع النقابة؟ أنا راني مكلف بالحوار مع المكتب النقابي وغدا إن شاء الله يكون عندك تقرير. شوف هتخلي الموارد البشرية اللي تكلف بيهم. أجي أجي راه بغيتك على شي حاجة. سد الباب. مشهور يلا قلبوا معايا ما تخلعي شوف ما تخلعي شنو لابس شنو لابس شنو لابس دابا القهوه رجع لها رجع لها ها هو انتي بحال بحال انتي جريتي من مور الحب وانا جريت من مور الفلوس هادشي علاش انا ويا كيف كيف ما جاوبتينيش على سؤالي شكون اللي صيفطك واش عمر شحال تاخدي وتطوي صفحه عمر دابا صفحه عمر ولا عندها ثمن عمر مستعد يعطيك اللي بغيتي مقابل طلاق الاميابل ومقابل تخلي على حفيد الحاج الرادي ما تجاوبينيش دابا وسمحي لي والله انا محرج باش نقولك هاد الهضره ولكن ما عندي ما ندير عمر
مدام عزيزه شنو بغيتي شي حاجه؟ جاي عند راجلي، عندك شي مشكل؟ واخا لا لا نقولها لك. يوسف تنبع نتصل بك. عزيزيك لاباس؟ لهاد الدرجة ما بقيتيش حاملني؟ مصيفط لي عبد العلي ساوني فولدي. انت عارفة بلي اللي كان جامعني معاك هو الحاج، والحاج مات الله يرحمه، وحتى زواجنا مات واخا عمره ما كان حي. من نهار اللي تفضحت علاقتنا والحاجة عطاني حقي وليتي واحد اخر. ملي كنت صاحبتي كنت عاجباك، كنتي كتحماق عليا. منين وليت مراتك ما بقيتش معمره لك العين. بركه وما تنسيش بلي انت نهار الاول جيتي كتبوسي رجلي باش نتزوج بك، والحمد لله اللي تزوجت بك. مو كان واحد اخر كل الفق لك تهمه ورماك للحبس. وديرها عمر، اش كتساين؟ ياك ما كتسناني مازال نطيح لك على رجلك ونترجاك. عمري ما نعاودها. عرفتي علاش؟ حيت ما تستاهلش. والمعلوماتك انا مال الدنيا كله، ما جينيش ضفر في ولدي. كيرا وصلتي دابا ودنك عندها. راني ندمك. انا ما نكرش باللي بغيتك، ومازال كنبغيك. انا طراد ديال رجليك، ولكن ما كنخافش منك. السلامة. وانت نهار كله انا كنعيط لك وعاد جاي، فين كنتي؟ اسمح لي السي عمر، كانت ميدار. كانت ميدار. ودابا خينا صيفطنا يهضرنا مع المدى، وعاد شعلات وعاد ولات نايضة عندي هنا. السي عمر ما تقلقش، الحوايج كيديروا بالفن. انا راه مازال ما كملتش خدمتي. وراه كانت غتخلي دار بويا هاد النهار، سمعتيني؟ غتخلي دار بويا. اويلا اخويا راه شبعت فيه معيور. انت شكون اللي دوا معاك؟ كوني. شتي انت؟ والو، ما كتسوى حتى شي حاجة. انت شفار وانا راه عايق بك. ها دابا نوض تقلع. اجي قربي حدايا. اجي الزين اجي. انت راك مريض شوية في راسك، والله حتى مريض. ناديا وصافي، وديري انت يا كاع ناديا ولا صافي. يلا مشي معايا، ويلا ما كنتيش تمشي معايا. صافي خليني نمشي. صافي سيري عقلي فيها. ها هي مالو كاع الطاكسي، سيري. We'll be right back.
عندك تعاونين ولا بتبقى تطرحي لي في الأسئلة؟ في غدا دابا ما عرفت لفت ما بقيت عارفه شنو غندير. عندك عزيزة تمشي تقولها لأمي. ما نقدرش نقولها لأمك حيت باك يلاه مات. شنو بغيتي نقولها ولدك كان سكران ضرب واحد ها نسكت لها القلب؟ غتمشي نقلب على ياقوت جيت تعاوني في هذا الشيء. شوف نبدل عليك انت هاد الحوايج حيدهم. سيدي سيدي عفرتي سيدي عفرتي هادي دريها في الماكينة تصبن. اش وقع سيدي عمر؟ لا والو غير دار كسيرة أبيلي. لا ما وقع لي والو ديرو مع عفرتي يصبنوا في الماكينة واخا الصباح هما اللي يصبنوا. لا اختي ياقوت عفاك تعرفي سيدك عمر كيفاش داير صب ليهم دابا وغدا ينشفوا ليه. شكرا. السلام. الله يخليك كاين استاذ نور الدين. كاينه لالا ولكن مشغول دابا تفضلي تسنيه. لا الله يخليك ما نقدرش نتسنى بزاف عندي وليد كيرضع. غير قولي ليه بغات تشوفك نسيت الحاج الرادي عزيزه. واخا لالا تفضلي. وي استاذ واحد السيده كتسناك من عائله الحاج الرادي. واخا واخا قولها تسنى عافاك انا خارج. واخا صافي سيدي ها هو اللي جاي تسنعي شويه. عزيزه لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ الحمد لله. هاك لاباس؟ الحمد لله خير. واه تشوف فهاد البلاصة شتي مع الخرجة د لوطيل فهاد البلاصة. وانت متأكد ضربتي هنايا؟ أنا متأكد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك الشريف ما شتيش واحد الكاميون ديال السلعة مقلوب هنايا؟ لا ما كان حتى شي كاميون مقلوب ولكن كان البارح واحد الكسيدة واحد مسخوط الوالدين ضرب واحد الدرية وهرب. ايه وشنو طرا؟ جاو البوليس وراك عرفتي كيتصوروا داك الشيء ياخذوا الدم يسولوا عباد الله. والدريه؟ الدريه؟ الدريه راه زوا في لابيلانس مشات ميته داوها واقيلا لا مورك. والله يخليك ما شافت حتى شي واحد السيد اللي ضربها. اش غنقول لك بقى فيا الحال البارح كان الظلام وكان واحد البولون طفيا على بنت كنت غادي ناخذ النمره ديال الطوموبيل ولكن دوماج زرب 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 عليا ما قدرتش نشوفها في الظلام. واخا شكرا شريف.
سي عمر ياك لاباس ياك ما عيطلك شي واحد؟ ما عيط لي تحت، ولكن عبد العلي راه ميمكنليش بقى خايف حياتي كلها. دابا شنو هو الحل في نظرك؟ باغي تمشي عند البوليس؟ باغي تعترف؟ وخلي داكشي اللي غندير. مزيان سير اعترف، تقول لهم كنت سكران ضربتها وخفت ما عرفت ما ندير وانا نهرب. اسمحوا لي واش دابا تنجبتك تعاوني ولا تغرقنا؟ بغيتك تحسن هذا السي عمر، فاسيقة في حالة سكر تهمة، الهروب مكان لحاجة تهمة، وعدم تقديم مساعدة لضحية تهمة، وهاديك الضحية ما توش بعد تموت. أحسن المحامين في البلاد غادي يعطيوك 30 عام. واش انت مستعد للتضحية؟ ولكن اش غندير انا؟ اش غندير دابا؟ خاصك تفرح حيت معاك الناس واقفين بجنبك. الناس كلها خارجه من خدمتها وغاديه لديورها، غير انا بوحدي اللي تابعني الحبس والقهر. السي عمر راه ما شافك حد، انت بوحدك اللي خواف. واش باغي تفيق الحمق بضرب الحجر؟ وشكون اللي يضمن لي سكتك انت وعزيزه؟ ولا بغيتيني حياتي كلها نبقى تحت يديكم؟ هذا حساب اخر ما فكرتش فيه. ولكن انا فكرت فيه. انتوما بجوج سلسلتوني، واش انا هربت من البوليس صدق طايح ما بينك وبينها؟ سي عمر لا انا ولا عزيزه ساهل شري سكتنا، هي راه مرتك وبركه عليها رجعتي ليها، وانا الحم كتافي من خيرك وماشي من صلاحتي نخسرك. واللي خاصك تعرف هو لا انا ولا عزيز نقدروا ندوي لنا ولينا شركه معاك في هذه الجريمه. حيد هذه الاوهام من راسك وارجع لطبيعتك عافاك. انا ما عرفتش كيفاش كتقنعني دغيا. بيني وبينك عزيزه ما دارت لي والو، انا اللي ما نستاهلهاش. عمر سير ترتاح، ناس شوف وليداتك، وغدا راه عندنا اجتماع مهم. رجع عمر اخر، عمر اللي رجع من الميريكان وباغي يدير بزاف د الحوايج في هاد البلاد. ما عرفتش كيفاش غندير بلا بيك. راني اخوك. عزيزة صباح الخير الحاج. خير والربح. تسلمات عليك خصي بزاف بزاف. يسلم على الخير والربح. خالتي اش بتي عمر؟ شفتو دائما تنقول لك صبري، المرأة الحرة هي اللي تحافظ على رجلها ودارها ووليدها وتهلا في عدوستها. انتي البركة الله يخليك لينا. الله يرضي عليك يا هب 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 هب. بارك عليك سلامتك ماما. هذا سير سير سير. والله لا عياني. خليك معنا بعد هالشوية، خليني نمشي نخدم على راسي. شوف فلاشي نخرج بكري غنمشيو للمسرح وجدي راسك ان شاء الله. يلا بابا حبيبي بابا بابا بابا. يلا بابا الله يعاونك. سلامة حبيبتي علي حبيبة بابا. بابا لعب معاك
بابا فرح معاك. يلا نمشيو نفطروا. يلا ياقوت ياقوت. صافي بقيتي على خاطرك السي عمر. هو دابا عاد ارتحت مزيان. يلا تطالب. يلا نتلاقاو في الاجتماع. الو عمر. هو داد سيدي شكون يبغاه؟ هذا واحد من صحاب الاجر. تسنيتك زعما تحشم وتخاف من الله تقدم راسك للبوليس. ساعة شفت كونتي. شكون انت؟ ماشي المهم شكون انا. المهم هو انني شفتك دهستي البنت وسلتي. شمن البنت اش كتخربق؟ ما عليكش ما عليكش. طلع دابا للجبل لحق الفيلم اللي عندي غادي يهبطك من الجبل. راك عارف كاع البورطابلات فيهم الكاميرا. راني صورتك اصحابي. الو الو عمر. سي عمر. اويلي 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 بقيتي عليا. ما شافك حد. الدنيا هانيه ما تمشيش عند البوليس. وها هو شافني وماشي غير شافني صورني بالبورتابل ديالو. ايوا سي عمر مالك خايف؟ هذا راه واحد باغي يدبر عتق رقيبه وصافي. راه ما طلبش الفلوس. راه قال لك بغى يهبطني من راس الجبل. واش في نظرك كون باغي يغرقك هذا السيد غيتصل بك انت غيحيط البوليس؟ هذا راه ينوي شي 10 مليون 20 مليون تعطيها لي ويسد فمو. دابا انت واش ما كتفهمش؟ راه ما طلب والو ما بغى حتى حاجه. اسمح لي يا سي عمر الله يهديك. راه الامور بحال هكا كتكون دائما كيعيط عليك تيخلعك بجوج كلمات باش انت تفعفع ومن بعد يتصل بك غيقول لك بغيت قدا وقدا باش نسد عيني. واشنو غنبقى نقفف هكا حتى يتصل بيا هو؟ اسمح لي يا سي عمر في هاد المواقف خاصك تكون راجل. انا ماشي راجل. انا ماشي راجل اللي قتلت وحده ما دارت لي والو فهمتي. ماشي راجل. اسمعني اسمعني اسمعني. شوف عبد الهالي سير بغيت نقف بوحدي. سير بحالك سير بحالك عبد الهالي. علاش هربت انا؟ علاش وعلاش هربت؟ علاش ما مشيتش عند البوليس؟ مالي نصدع راسي هاك. امي اش درت انا يا امي؟ انا لحقت راسي. هادشي كله واقع وانا ما في خبري والو. والله حتى ندمت اما كون مشيت عند البوليس وهنيت راسي. اش وقع كاع؟ درت اكسيدون بحالي بحال عباد الله مكتب علي الله. حتى دابا عمر ما تقهرش راسك. ما كاينش مشكل ما عندوش الحل. هاد خينا هذا باش كيهددك بالبوليس. نمشيو عند البوليس ياك؟ لا لا نمشي عند البوليس برجليا. انت باغني ندخل الحبس واقيلا؟ راه بالعكس الا مشيتي دابا عند البوليس واعترفتي غادي تسهل علينا. اقول لهم شي حاجه. انا ريي من ريها. سيدي عمر. سيدي عمر اش كاين؟ غير شي واحد صونا ومن جيت ما لقيت حاجه حتى شي واحد. لقيت غير هذا. صافي سير انت. واخا الو طلب 200 مليون شحال
30 مليون وانت شنو ناوي دير السي عمر؟ تعطيها لي في نظرك شنو غندير؟ ما تقول ليش غنمشيو عند البوليس. 200 مليون بزاف، ولكن كيبر يا السي عمر هذا من كبر الكرش ولا الدرجه ناوي يضربها ضربه واحده، ما غاديش يعاود يطلب شي حاجه اخرى. وشكون اللي قال لك ما يعاودش يطلبها مره اخرى؟ باش نقطعوا الشك شوف لي شي مول بورطابلات ولا شي استوديو ديال التصوير هنايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عفاك الحاج، بغيت نسولك على هاد القضيه متعلقه بالتصوير بورطابل. واحد السيد صور لي اختي وبدا كيهددنا بالفيلم. هادشي ولدي ما كنفهمش، ولكن شوف مع سفيان ولدي. شكرا. سفيان. السلام عليكم. السلام. كون عفاك بغيت نسولك على واحد القضيه متعلقه بالتصوير بالتليفونات. بحال هاك. واحد صور لي اختي بورطابل ومن بعد بدا كيهددنا بالفيلم. حنا تفاهمنا معاه وعطينا اللي بغى، ولكن خفنا لي. ولكن بلاتي هو لعب في يوتيوب ولا باغ؟ لا. والله يا صعيب علي نجاوب، راك عارف التقدم التكنولوجي ما كتعرفش بنادم علاش مطول. احسن حاجه هي تاخذ من عنده كارت ميموار، هذه هكا ما تبقاش تلعب في يدي. شكرا بزاف اخويا. ما درنا والو، مره اخرى. صحة وراحة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. جاك رزقك شدها وليدي مالك، تعرف انت غير تقول لي ارى 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 ارى. عمر اش كدير؟ امي الكفر ما فيش فلوس داكشي اللي بغيت. علاش الفلوس؟ ها امي ياك هضرنا على الفلوس وانت اللي عطيتيني الكود ديال الكفر ودابا ما لقيتش داكشي اللي بغيت. ولا بقى يخلي 200 مليون في الدار، الفلوس راه في البنكه. دابا اش غنقول للسيد؟ قول له حتى الصباح يصبح ويفتح وليدي. حتى الصباح. برد عفاك ماك مقلق، وهذا تعطل بزاف وحاجه يجي غادي يجي. اسمع اسمع وقيل هو هذا اسمع ما تنزل ولا ننزل؟ لا لا غير ننزل انت اول شي شوف عندك يضحك عليك. كيكون تفلى علينا لما كنظنش اسي عمر بين عليه ماشي محترف هبره صورك على غفله وضرب الحمزه ومشى. Thank you.
تشرح لي هذا الشيء هذا اللي هنا؟ هذه يا سيدي الوصيه اللي كنخلي الوالد ديالك الله يرحمه واللي في اخر ايامه جرينا عليها تعديلات. وصبحت هذه الوصيه جديده وموجب هذه الوصيه كتصبح عزيزه اركيد وارثه شرعيه في الثلث في كل ما كيملك الحاج. ياك ما تفاجئتي اش غادي نقول لك يا سي عمر؟ ما خصناش نتفاجئوا، هذه الرغبه ديال الحاج الله يرحمه، ما علينا الا نقبلوها. انا حاولت مرارا نتصل بك ولكن في كل مره كنت كتكون مشغول، حتى عبد العالي ما فهمتش كيفاش حتى ما قالها لكش، حيت هو بحكم انه كان عزيز على الحاج كان خبره بها. عبد العالي؟ ولكن السي مرطين انا عبد العالي عمر ما هضر لي على القضيه ديال الورث. اش غادي نقول لك؟ بنادم هذا ما تقدرش تعرف شنو تحت راسه. لا خويا ما كنعرفكش. غير شوفو كان. انا هي اللي خبطتي هذيك المره بالطوموبيل وهربتي، عرفتيني دابا؟ دابا عاودي ليا. واخويا اش غنقول لك؟ داك النهار فاش شفتك وليتي في ديك الحاله، نط انا سلت في حالي مشيت. كانوا معايا شي بنات، هما خداو طاكسي مشاو، وانا كنسكن قريبه. قلت غادي نتمشى على رجليا. يلا بغيت نقطع الشانطي وانت تعطيني. ما متيش واش تم قرقب تكون مت غنكون باركه حداك انا دابا هنا. كليت الدقه تقصحت غيبت واحد ساعه وعاود نط. اختي 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 نوضي نوضي بشوي عليك نوضي نوضي بشوي ما كاين باس لا والو غير واحد ضرب الطوموبيل وهرب. انا غندك الكلينيك يلاه. لا 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 عندي والو خويا عطيني الدار. خصك تمشي للكلينيك راه ضربه مضروبه في الراس. ها ولدي 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 شنو عندي ولدي؟ هو اللي هزني وداني للكلينيك وعطاني الفلوس وقال لي ما عمرني ما نشوف وجهك مثلا. الحمد لله ما طرا لك والو. هاك الا بغيتي تهلا فيا دير بصح، الا لقيتي ليا شي خديمه بالحلال عرك كتافي نوقف مع ولدي هو اللي عندي ندير اللي كان. ياك الخدمه ماشي عيب، ندير الميناج نصب نصيق نجفف اي حاجه نديرها. ما بغيتش ولدي يكبر حشمان بين صحابه معقد، ما بغيتهمش يعايروه بمو، بغيتو كبر هاز راسو ويقرا. هذا هو الخير اللي بغيتك دير فيه. فين ما طرالك والو هذا هو كلشي، حسبي الخدمه جاتك وحتى ولدك غادي يقرا وعلى حسابي. هذه ما كارت فيزيت فيها مون نيميرو دو بيرسونيل، غتحلو تتصل بيا الاسبوع الجاي. يرحمك الوالدين اخويا، رحم لك الوالدين. وهذه ماشي لك، هذه لولدك. Oh.
الله يقبل اختي. ياك دعيتي معايا ياسر عك دابا مزابا خافص الله يخطيك. يلا تصبحي على خير. كوفي عمر عمر زينو. نعم. سخ زبليه اسمع. ولكن اخي تا هما باقيين عندك. باق عندي ياك سي مشكل راه زليا بزاف عريك. زوج كلمات غدا ان شاء الله نشريهم اختي صافي عندك. يلا بسلامه عمر زيت هنا وانا تهلا فاسك. انا عاوز سوق على معلي مراتك تفتح حتى حاله عطاش اما نقول لك اولا كما راجل كوكي كاباب اصبح لك شويه فهمنا ولا لا وهكاك يا سيد تلاع امال شوف لعبتها ندم على راسك فهمتي سمعتي انت نقول لك يلا اهلا شوف حنا نمشيو نصلي وين كنا خليتي نمشي نصلي خلي الصلاه من بعد ويلي عرفت علاش ما كنمشيش للبلاد علاش كنمشي لتما كيجيبوا القبر اللي كيحطوهم ليا تما قدام الدار ودري صغار كاع فين ما كنجي واحد مخصوص كيجي عندي كنصحاب واش انا هو كنمشي انا ب 20000 ريال 10 كنعطيها لما 10 كنخليها باش نرجع بها ونشرب القهوه مع الناس ما كداش تك بحال الا شويه يلا زيد فين زيد تبع هذا زيد يلا زيد يا بلاتي ندير الصمتة على الا جاني البروسيل انت اللي غادي تخلصوا ليا شنو بغيتي؟ هذا باش دير الماتش ضرب عندي واش هذا وقتو؟ هاك كما تعطلت عليك لا صافك شي حد اش بصبا فين هما الفلوس اين فلوس اها 200 مليون بغيت غير نسولك على واحد السؤال علاش درتي هادشي كله في الحاج مع انه كان كيدير فيك الثقه وكان دايرك بحال ولده وحتى عمر كان كيثق فيك وعطيك المسؤوليه حاج كنت كنبغي بحال با ولكن عمر دللني حسبني بحال حتى شي حاجه دارني درجه كيوقف فوقها هوني اللي تكرفست وعلمت الخدمه منين جا الامريكان ردني بحال الشفاف منين ما داز كيمسك فيا رجلي خدا ليا كلشي حتى انت خداك ليا حتى بديت كنتقرب منك في الاخر تزوج بيك حيت الحاجه اللي بزز عليه ما عليناش كل ليا فيه الفلوس تا خاطر هادشي كله خططتي ليه صراحة ما قلت لك حتى حد ما
دابا كتمدحيني ولا كتعايريني؟ ما عليناش، جيني من الاخر. طمعتي في الفلوس؟ شحال بغيتي؟ ماشي مشكل، انا برك عليا نتزوج بك فاش يطلقك عمر. انا ما باغيه والو، وحتى الفلوس ما غادي ناخذهم لا انا ولا انت. الفلوس عطيتهم للاستاذ نور الدين، غادي نرجع من مولاهم. شنو باش ندخل نور الدين في هاد الهضره؟ ياك ما باقا كتبغي عمر، راه غادي يلوحك وغياخذ لك الولد. هذاك راجلي وبات ولدي، ومن حقي نعطيه فرصه اخرى. وياك اتفقنا انا وياك غادي ناخذ الفلوس وتزوجي بيا. انت استغليتي ثقته، استغليتي ضعفه وخوفه. انت درتي خطه وانا لعبتها معاك، حيت شديتيني من ايدي اللي كتوجعني. يا عزيزه ياك ما صاحبك غادي ديريها بيا، راه غادي ندمك. حتى انا غادي ندمك. السلام عليكم. بوليس. شوف غادي تزيد تفضل معنا بهدوء وبلا سينما، حنا مراقبينك ومتبعين الخطوات ديالك من نهار جاتنا الشكايه، والحجه كاينه بلا ما تزيد تكذب علينا. تاعنا يمكن لك تفضل معنا. هادشي اللي كان الحاجة. بلاتي 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 راني تخربقت. يا قوت يا قوت. نعم لالا. اجي بنتي اجي. هاك الله يرضي عليك، دي ادم بدي لي ليكوش بشوية. سي نور الدين، هادشي وقع والحاج ما قال لي والو، بعد 10 سنين كيخاف مني، يخافني نقول ليه لا. قول لي عزيزه في اخبارها؟ الصراحه عزيزه ما في اخبارها حتى شي حاجه، حدها جات عندي حيت شعرات بلي العائله ديالها والاسره غتشتت، وبصراحه انا اللي عاونتها باش نفضحوا عبد العالي. درنا هذيك الخطه باش على الاقل لقاو دليل. راه اللي كنعرفو عبد العالي هو اللي لعب عليها باش يجرها لعنده باش انا نطلقها ويتزوج بها. الحمد لله اللي لقيتكم مجموعين. قبل ما تكملوا انا وقيلا غتسمحوا لي، المهمه ديالي سالات، هذه امور كتخص العائله، اما انا اديت الامانه يطلب مني الحاج. غير حاجه سي عمر نبغي نطلبها منك، كانت الرغبه ديال الحاج باش الاسره تبقى دائما مجموعه. خليك عزيزه بعقلك، الله يعاونكم. وانت يا عزيزه ما عندي ما نسالك، سي عمر عنده لك واحد المفاجاه، نفضل يقولها لك هو. السلام عليكم. سلام. عمر الله يخليك، الا سمحتي نبغي نهضر معاك قدام الحاجه. انا حاولت صراحه نكرهك كيف ما كرهتيني، وحاولت ننتقم لنفسي ولولدي، ولكن ما قدرتش. عارف. اشنو عارف؟ عارف بلي عبد العالي هو اللي دار هادشي، ولكن اللي ما عرفاش عزيزه هو بلي الحاج كتب لك الثلث في الاملاك ديالو. الحاج هادشي اللي كنسمع بصح؟ انا الحاج خلى لي الثلث ديال الاملاك ديالو؟ يا بنيتي هادشي بصح؟ شوف يا بنيتي، حنا ما عطيناك والو، الله اللي عطاك،
ولا درنا لك شي حاجه سمحي لنا على وجه الدم. ما تقوليش هكاك الحاجه، انا ما شفتش منك غير كل خير، كلشي دايما حاسه بيا، ولكن انا دابا كنفضل نخرج من حياتكم على مال الدنيا كله ما كيسوى عندي والو. بركه عليا غير ولدي. عزيزه عافاك، انا دابا كنطلب منك السماح، عارف راسي كنت ظالمك وعارف كنت هاملك، ولكن انا ما نقدرش نعيش لا بيك، الا ما كانش على وجهي إيه على وجه ولدنا ادم. عافاك عزيزه. السلام عليكم. انت ما فاز سمعوز؟ انا عارف قلبك كبير، اعطيني فرصه واعتبرها هي الاخره، ديري بحال طلبها منك الحاج. عزيزه خلي الشمل مجموعه عافاك. وليدة ديالكم انت اخويا، هاك كما ياجد كما يكفف كو زوين كو غزال.